شركة عرب جروب معدات مزارع الدواجن. لو بتتابعونا من على اليوتيوب يا ريت تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو وشير الفيديو. انا حبيت النهاردة اتكلم بطريقة تفصيلية عن الدفايات الاردني. في منها 3 مقاسات، في مقاس كبير اهو اللي هو 1.25 متر. طبعا انا يعني هتكلم في كل التفاصيل. طبعا الكوشه من تحت اهي، ودي الدفايه اللي هي يعتبر متر، ودي الدفايه اللي هي 75. انا حبيت اعمل تجربه عمليه لكيفيه تشغيل الدفايه الاردني. طبعا لو انا جيت بصيت كده مستوى الدفايه كده عالي شويه من بعيد اهو، لازم يبقى ارتفاع الدفايه عن مستوى الارض تقريبا بيبقى متر، متر و10. تمام. انا الدفايه طبعا المحبس بتاعها اهو بركبه على خرطوم الانبوبه عادي خالص، ودي صاجه اهي في فتحه دخول هواء اهو. تمام. طبعا انا بقفلها كده اهي، وهنجرب دلوقتي كل حاجه. طبعا انا مركبها في المعرض عندي بواير. تمام. ولو هتركبه برضه في العنابر هنركب بواير افضل، امان، عمر ما يتقطع، انما حبل ممكن يتقطع تعمل مصيبه في المزرعه. في منها 3 مقاسات زي ما قلنا، المقاس الصغير، المقاس اللي هو الوسط، المقاس اللي هو الكبير. ده الصغير اهو، وده الوسط، وده الايه؟ الكبير. طبعا الدفايه محمل، دفايه طبعا ضد الصدى، دفايه هثبت لكم دلوقتي ان ما بتطلعش عادم ولا اي، مفيش اي مشاكل في عدم خالص. طبعا الصاج ده محمل، احنا بندي ضمان يعني مدى الحياه على الدفايه. هنجرب دلوقتي نشغل الدفايه. طبعا انا كده كده فاتح المحبس. لو فتحت المحبس اهو سمعتوا، طبعا دي بتتقفل اهي. لو اتقفلت من هنا مفيش غاز بيطلع ولا اي مشكله خالص. حتى لو شغلناها مفيش اي مشكله خالص ولا ليها ولا اي تاثير. لا بالعكس، الفتحه ديت بتدخل هواء، فلما بندخل هواء احنا عارفين ان اي اكسجين بيساعد على ايه؟ بيساعد على الاشتعال. فمجرد دخول الهواء مع الغاز بيزود نسبه الاحتراق، بوفر غاز، وفي نفس الوقت يعتبر بقلل نسبه عدم لاقل درجه ممكنه. هنجرب دلوقتي. دي هنجرب طبعا دلوقتي الولاعه معايا اهي. هنفتح دلوقتي الغاز. افتح دقيقة واحدة. تعال نقف النحادي كده. هنفتح دلوقتي الغاز زي ما احنا شايفين اهو، شغل الغاز. طبعا زي ما احنا شايفين النار مهببة ازاي. مجرد ما هبص هنا كده احرك دي كده، النار ازرقت ازاي. النار ازرقت مفيش اي نسبة عادم. هجرب تاني اهو، هقفل الهواء، هنبص هنا النار بتطلع دخان اهي. هرجع تاني افتح كده اهو، هرجع ابص نار زرقاء صافيه مفيش فيها اي مشكله نهائي. طبعا توفير في الاستهلاك، توفير في استهلاك الغاز طبعا بنسبه كبيره جدا. تمام. طبعا الصهد نازل المساحه دي كلها تحت الدفايه. طبعا انا مقلل المحبس مش فاتحه. لو فتحت المحبس اهو لحد يعني كده انا مش قادر اقف طبعا زي ما احنا شايفين، وسامعين الصوت بتاع الهواء اللي داخل اهو زي ما احنا شايفين كده. الصهد واصل لمسافه بعيده. تمام. لو انا قفلت من هنا المحبس كده اهو، هنبص نلاقي دخانه طبعا، نار حمراء بدخانه. لو فتحت الغاز كده دخلت الهواء الاكسجين، كل الغاز هيزرق اهوت، يعتبر انا مش شايف نار خالص، نار زرقاء. تمام. طبعا دي الدفايه الاردني، حاجه محترمه جدا جدا. تمام. لو زودت الانبوبه كمان، انا مش هزود الانبوبه. تمام. كده بفتح مستوى الغاز اهو، وممكن اقلل مستوى الغاز من المحبس من هنا اهو، اقلل مستوى الغاز. النار هتهدى معايا، النار هديت اهي. وطبعا هنا بظبط دخول الهواء، عاوز اقلل شويه زي ما احنا شايفين كده، برضو النار هنا زرقاء،
ادخل الهواء كتير بل استهلاك الغاز. طبعا يعني زي ما احنا شايفين المرزرقه اهيت مفيش اي دخان نهائيا طلع من الـ من الـ من الدفايه، عشان بدخل هواء اكسجين بيساعد على الاشتعال. طبعا زي ما قلنا في منها ثلاث مقاسات، مقاس صغير ووسط وكبير. الدفايه بندي عليها ضمان يعني يعتبر مدى الحياه، الدفايه محترمه جدا، اوبشن ممتاز. طبعا يعني الدفايه ديت لو عنبر مثلا 5000 ممكن ياخد له 8 دفايات يكفوا العنبر. لو مساحات صغيره ممكن دفايه وسط لكل مثلا، يعني على حسب طبعا كل شيخ له طريقه في التسمين زي ما احنا متفقين كده. طبعا الدفايه شغاله اهيت باقل نسبه استهلاك.